وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله. نكمل مع بعض اللي كنا بدأناه في الجزء الأول من ازاي تتعامل مع الملفات. احنا في الجزء الأول اتعلمنا ازاي نعمل كات وكوبي وبيست، وخدنا كمان ديليت، وخدنا نيو فولدر، يعني اتعلمنا نعمل كات اللي هو نقص الحاجة ونوديها حتة تانية، كوبي نعمل نسخة منها ونوديها حتة تانية، بمعنى ان هي تبقى موجودة في الحتة الاصلية زي ما هي ونعمل منها نسخة نوديها الحتة الجديدة. بيست يعني نعمل نسخ، بعد ما اعمل كات او كوبي اروح الحتة الجديدة واعمل بيست. ديليت الحذف اللي هو بيودي للريسايكل بين، يعني انا احذف عشان اودي للريسايكل بين، وبعدين نيو فولدر اللي هي بتخلينا نعمل فولدر جديد. فولدر جديد لما اعمل فولدر جديد عشان عايز جايب حاجه جديده مثلا وعايز اسميها اسمه معايا. هفترض هنا ان انا عايز اعمل نيو فولدر على الديسكتوب، المره اللي فاتت خدنا نيو فولدر جوه ماي كمبيوتر، هناخده دلوقتي على الديسكتوب. نيو فولدر هنا طبعا هو معمول له رينيم جاهز دلوقتي. نيو فولدر اول ما بتجيبه معمول تمسح الكلام المكتوب ده وتسميه مثلا محمد، سميته محمد، حاسس ان انا جايب حاجه من عند محمد فعايز اخليها مع بعضها يعني. خلاص كده انا عملت نيو فولدر وعملت له النيم بتاعه. لو عايز اعمل رينيم بقى، اسم محمد ده مش عاجبني، او متك تك يمين وعامل رينيم اسميه احمد. خلاص واقف على الفولدر وتك كليك يمين وعامل له رينيم. ما احنا كده عرفنا ازاي نعمل نيو فولدر وازاي نعمل رينيم مراجعه عليهم. في حاجه بقى كمان، ايه هي الحاجه دي؟ الحذف، الديليت. الديليت ده له اكتر من نوع. يعني ايه له اكتر من نوع؟ يعني لو انا عايز اعمل ديليت بتك كليك يمين وبعدين بتك ديليت، بيقول لي يس. شوف هنا عامل لي رسمه الريسايكل بن، معناها ان هو بيقول لي بالانجليزي، الكلام موجود بالانجليزي ده، ان هو هيودي الحاجات ديت اهو، موف اول اتس كونتنتس تو ذا ريسايكل بن، يعني كل محتويات الحاجات اللي انت هتوديها دي هيحذف الحاجه دي ويوديها في الريسايكل بن. خلاص، هل معنى ان هي راحت ريسايكل بن ان هي اتحذفت؟ لا، ده حذف مؤقت، بمعنى انك لازم تروح بعد كده الريسايكل بن تحذف الحاجات اللي انت كنت حذفتها، بس لما تحذفها من الريسايكل بن بتحذفها حذف نهائي. خلاص، دي حاجة مهمة أوي. يبقى أنا دلوقتي عندي حذف مؤقت، إن أنا أحذف حاجة كليك يمين وأوديها ريسايكل بن، كليك يمين ديليت أوديها ريسايكل بن، أقول له يس هتروح للريسايكل بن. أهي ملف اللي اسمه أحمد هلاقيه مفتوح في قلب الريسايكل أهو. خلاص، الملفات اللي موجودة جوه الريسايكل بن، هفترض مثلا إن أنا مودي كذا ملف جوه الريسايكل بن، كمان واحد على فكرة. ويندوز اكس بي بيدعم خاصية مهمة جدا اسمها دراج اند دروب. يعني ايه دراج اند دروب؟ يعني السحب والاطلاق، يعني يعني والاسقاط. دراج يعني يسحب، اسقاط دروب يعني اسقط. فدراج اند دروب يعني تشد، كأنك بتشد الملف ده تحطه في قلب ريسايكل بين، بدل ما اعمله كليك يمين والكلام ده وانا فاتح ريسايكل بين اهو مشده كده اتحذف، دخل جوه ريسايكل بين بدل ما اضغط كليك يمين. خلاص، كذلك في النقل، لو انا فاتح الحاجه هوريها لكم حالا، لو انا عايز اعمل بدل كليك يمين وكوبي وبيست والكلام ده، افتح النافذه كده واشد كده في ثانيه. بس انا بشد ازاي؟ لو عايز اخرج من الريسايكل بن بنفس الطريقه، هي بضغط على الحاجه ضغطه واحده مع الاستمرار، بشيل ايدي على الضغطه الشمال خالص واطلع. طبعا قلنا ما دمت قلت ضغطه ضغطه، او قلت يعني ما عرفتهاش يمين ولا شمال، يبقى انا قصدي على الشمال. الاصل انها بتعمل دايما مع الشمال، اليمين ده دايما بقول عليه. خلاص، يبقى انا كده حذفت ده. طب انا عايز افرغ ريسايكل بن من محتويات الحاجات دي، انا عايز احذفها حذف نهائي، او من هنا هو الاقي خاصيه اسمها امتي ذا ريسايكل بن، فرغ ريسايكل بن، اضغط عليه. لو قلت له يس ريسايكل بن دي هتتحذف كل الحاجات اللي فيها، اوري لحضراتكم يس كل الحاجات اللي في السايكل بن اتحذفت. طبعا انا عملت ريفريش، ما خدناش ريفريش هنعرفها بالمره. ريفريش دي عباره عن انعاش للذاكره، يعني الكمبيوتر الحاجات اللي موجوده فيه ب ب ب في الرامه بتتطاير، او هي الرامه ذاكره متطاير اصلا، فانت بتاكد عليه. يعني لما بتعمل ريفريش دي صوره من صور التاكيد، يعني دي وظيفتها، يعني عشان الجهاز ما يهنكش منك او حاجه زي كده. خلاص،
ده يعني حاجه مبسطه عن الريفرش، لان ما تهمش حضراتكم في حاجه، بس هي دايما كليك يمين وبختار ريفرش في اي حته. هتلاقي ناس قصدي كتير بيستخدموها، فعشان ما تستغربش. لو هنعمل نيو فولدر كمان اهو وهحذفه. في بقى نيو فولدر كمان، نيو فولدر ده انا جايبه منين؟ على الديسكتوب. حلو، امتى ساكب ان هيحذف لي الحكايه دي حذف نهائي، بمعنى ان انا ما اقدرش ارجعها تاني. خلاص، لقوا ان حكايه ما اقدرش ارجعها تاني ديت مش حلو، فعملوا بعد كده برامج ريكفري، يعني برامج استعاده الملفات المحذوفه. بس البرامج دي اغلبها بايظ، ويعني لما بترجع حاجه ما بترجعهاش سليمه او حاجات زي كده، ليها عيوب كتير قوي يعني. خلاص، بس في منها برامج كويس. بس انا قصدي يعني حاجه اللي تحذفها اعمل حسابك ان هي مش هترجع بشكل عام، يعني اعمل حسابك ان هي مش هترجع. خلاص، لان يعني رجوعها بيتطلب منك مجهود، هيتطلب منك مجهود شويه في التدوير على البرنامج المناسب، او في انك تلاقي برنامج قوي في الموضوع ده، وكمان ممكن ترجع ناقصه بعد تعب او حاجه زي كده. فالحاجه اللي تحذفها حذف نهائي يعني لازم تتاكد انت مش هتحتاجها تاني. لو احتجتها تاني يبقى هاتها من عند حد. خلاص، امتى ذا سايكل بن واقول له يس، يبقى ده يحذف الحاجه حذف نهائي. الحاجه الثانيه اعمل ريستور اول ايتمز. ريستور اول ايتمز يعني رجع كل المحتويات الريسايكل بن لمكانها الطبيعي، يعني ريستور، ريستور يعني استعاده. فلو قلت له ريستور هيرجعها فين؟ مكانها الاصلي اللي هو الديسكتوب. خلاص، رجعت الديسكتوب اهي. خلاص، يبقى ده الحذف والاستعاده. طب لو انا عايز ايتم معين، يعني انا عندي كذا ايتم هنا، يعني مثلا ايتم يعني عنصر، لو عندي اكتر من حاجه هنا في الريسايكل بين، ادي واحد اتنين الاتنين دوت، انا عايز ارجع واحد واسيب واحد، او معلم على ده وضغط عليه ريستور ذيس ايتم. خلاص، ده انا عايز ارجع واحد واسيب واحد. طب عايز احذفهم كله، قصدي ارجعهم كلهم كل واحد مكانه كده. خلاص، طبعا هو هنا بيقولي ده الاتنين اسمهم نيو فولدر، هتحط الاتنين فوق بعض. دي حاجه دايما بتحصل لما الملفات بيبقى لها نفس الاسم، ما ينفعش تتحط في نفس المكان غير في الريسايكل بين. الريسايكل بين كانها مش موجود، فالحاجات لها نفس الاسم، فبيقول لها هتحطهم، يعني الجديد هياخد مكان القديم، بمعنى القديم هيتمسح والجديد هيتحط مكانه. موافق على الموضوع ده؟ اقول له يس تو اول، يعني اعمل الكلام ده لكل الحالات اللي بالشكل ده. يعني مثلا لو انا كنت بنقل اكتر من حاجه في نفس الوقت، وفي حاجات كتير جديده عايز احطها مكان حاجات قديمه، والاتنين بنفس الاسم، بقول له يس تو اول. خلاص، يبقى احنا كده عرفنا كمان الريسايكل بن معانا بالمره، دي حاجه كويسه جدا. ممكن كمان اعمل ديليت وشيفت ديليت. ايه هي بقى ديليت وشيفت ديليت؟ هنخش هنا جوه، بس انا اقول الكمبيوتر نفسها وهنجيب الصور. في هنا كذا طريقه لعرض الصور. الطريقه الاولانيه من هنا بقى مش للصور، لعرض اي صور، اي حاجه من اي ملفات. ممكن الفيلم ستريب ده ما بيجيش غير في الصور بس، فيلم ستريب ده خاص بالصور، اللي هو الوضعيه اللي احنا فيها دي. الصوره تبقى موجود حته منها فوق والباقيين تحت مرصوصين. حلو، الثامب نيلز دي موجوده دايما، اللي هي الصوره تبقى مرصوصه جنب بعض. التايلز، الايكونز، الليست، الديتيلز، جربهم وشوفوا الوضعيه الجميله بالنسبه لك. طبعا في الصور دايما الثامب نيلز دي هتلاقي تاني واحده، دي بتبقى وضعيه ظريفه. خلاص، انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الكيبورد دي، بلاش دي، خلينا على اللي شرحنا لكم عليها الكيبورد نفسها. ايه، لو خدت بالك دي الكيبورد اهي، عايز بس يبقى معايا قلم فادخلها البنت. اهي، نكبرها شويه. كويس، هنيجي هنا دلوقتي في طريقه للحذف النهائي، بمعنى الحاجه ديت بدل هي هنا اهي، انا اعمل لها ريستور. كويس، انا عايز احذف الحاجه دي حذف نهائي. يعني ايه حذف نهائي؟ يعني ما تعديش اصلا على سايكل بن. هو الحذف النهائي ان انا احذفها من قلب ريسايكل بن. يبقى انا بحذف على المرحلتين، المرحله الاولانيه بعمل لها ديليت فبتقوم تروح ريسايكل بن، المرحله الثانيه بروح لها نار ريسايكل بن احذفها من ريسايكل بن. طب انا مش عايز اوجع في دماغي في الموضوع ده كله، عايز الحاجه اللي احذفها احذفها مره واحده،
بحيث ما تعدوش على ريسايكل بن اصلا، بمعنى ادق ما كان الريسايكل بن مش موجود. فاعمل الحكايه دي ازاي؟ بقوم ضاغط على الشيفت. احنا قلنا دايما ايه، لو الحاجه اللي احنا بنعملها على الكيبورد مكونه من مقطعين، المقطع الاولاني مع الاستمرار المقطع الثاني ضغطه واحده، يعني انا بقول شيفت ديليت دي هيحذف لي حذف نهائي، فاضغط على الشيفت بصابع وما اشيلش ايدي، ما اشيلش صابعي، وبعدين اضغط على الديليت بعد ما اكون علمت على الحاجه. ده اللي انا هعمله قدام حضراتكم دلوقتي، هو معلم على دي الاول بالماوس وبعدين شيفت وما شيلتش ايدي وبعدين ديليت ضغطه واحده، وبعدين يقول لي ايه، يس انت عايز تحذفها حذف نهائي، علامه الغلط دي معناها حذف نهائي، اما علامه الغلط تجي لي في الرساله اللي قدامي دي اسمها رساله، اه ده دايلوج بوكس او يعني صندوق محادثه، ان هو بيحاورك انت عايز ايه. خلاص اقول له يس، يبقى انا كده حذفتها حذف نهائي. لو ضغطت ريسايكل بن مش هلاقيها اصلا، لانها اتحذفت من على الجهاز من غير ما تعدي على ريسايكل بن. خلاص يبقى احنا دلوقتي خدنا طريقتين الحذف. ايه هما الطريقتين؟ الطريقه الاولانيه ديليت، الطريقه الثانيه شيفت ديليت. ديليت يعني هتحذفها بحيث تروح ريسايكل بن، شيفت ديليت يعني هتحذفها بحيث ما تعديش على ريسايكل بن، تتحذف حذف نهائي من اول مره. خلاص تمام. في حاجه كمان، ان انا ممكن اعلم على الحاجه التعليمه العاديه بتاعتي واضغط عليها ديليت. لو مش عايز اضغط كليك يمين، يعني انا لو عايز هنا ممكن بدل ما اضغط كليك يمين واوجع قلبي، ها ممكن اضغط كليك يمين واعمل ديليت. في حل تاني ان انا اعلم عليها واضغط ديليت بقى من الكيبورد، الزرار ده اهو ديليت من الكيبورد، ده ديليت بس مش شيفت ديليت. فده هيوديها لي بقى الريسايكل بن ولا مش هيوديها؟ هيوديها طبعا الريسايكل بن، لان انا ضغطت عليه من غير شيفت. اقول له يس هتروح ريسايكل بن. ممكن اضغط هنا كليك يمين على الريسايكل بن واقول له امتي من غير ما ادخل جوه الريسايكل بن. خلاص. طبعا الكمبيوتر فيه 20 طريقه لكل حاجه، او 50 او يمكن 100، كل حاجه ممكن تعملها بشكل كتير، باشكال كتير قوي. فاحنا بناخد الطرق السهله والبسيطه والسريعه والمتداوله. لو انت شفت حد بيعمل حاجه تانيه اتعلمها منه. ما فيش حد يقدر يشرح لك الكمبيوتر من الف لليه، ما فيش حد في الدنيا ولا في دوره بتشرح الكمبيوتر من الف لليه. كل واحد بيشرح يا اما الحاجات اللي انت هتحتاجها في شغلك، يا اما الحاجات الاساسيه. خلاص. فدايما ما فيش حاجه اسمها ان انا عايز اعرف كل امر من اوامر الجهاز، او كل حاجه انا بقابلها هي بتعمل ايه. الكمبيوتر ما بيتعلمش كده، الكمبيوتر بيتعلم منه على قد ما انت عايز، على قد ما انت محتاج. بمعنى ان انت عشان تتعلم القرايه مش محتاج نخلي المدرس اللي بيعلمك القرايه، يعني والطالب في فصل عايز يتعلم القرايه والكتابه، فانا عشان اخليه يتعلم القرايه والكتابه بدي له الحروف، وبعدين بدي له كلمات، وبعلمه ازاي يتهجى كلمات، فسنه بسنه بيتعلم القرايه، واحنا كلنا اتعلمنا القرايه كده. خلاص. هل انا طلبت من المدرس ان هو يمسك كل الكتب اللي كتبت باللغه العربيه لو كان هو بيعلمه لغه عربيه، او باللغه الانجليزيه لو كان هو بيعلمه لغه انجليزيه، يمسك له كتاب كتاب ويقراه معاه؟ لا، ده حاجه فوق طاقه البشر. يبقى انت بتتعلم الاساسيات وبعدين بتمشي، وانت بتمشي لسه هتعلم تاني. بمعنى ان انا ما اقولش كل المعلومات اللي في الدنيا، انا بقول المعلومات اللي انت محتاجها. في معلومات تانية انت هتكتشفها لوحدك، انا مش هقولها عشان انت هتكتشفها. كمان في معلومات تانية ملهاش لازمه بالنسبه لك. خلاص. لو في حاجه قابلتك وما عرفتش هي بتعمل ايه، او لقيتها ضروريه بالنسبه لك او مهمه، ابعت واسال. بس موضوع سهل وبسيط جدا. خلاص. في حاجة كمان بقى عايزين نقولها دلوقتي. انا عايز اخش على ملف انا عامله في الدي، في البارتيشن دي. ايه هو الملف ده؟ اقوم داخل على الدي، اقوم داخل على ماي كمبيوتر الاول، ادي اول خطوة، بعدين دي ادي تاني خطوة، وبعدين ملف واحد ده دخلت عليه، واحد اتنين كده انا عملت اربع خطوات، تلاقي اربعة كده انا عملت ايه، ست خطوات، وبعدين اشغله سبع خطوات. يبقى انا عشان اشغل صوره يوسف دلوقتي احتاجت كام خطوه؟ سبع خطوات بتشغيلها، بعمليه تشغيلها احتاجت سبع خطوات. فانا دلوقتي ضغطت على الماوس سبع تكات، كل شويه تكه 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 تكه. خلاص. الحاجه دي حلوه ولا وحشه؟ وحشه طبعا، لان انا مطول عليا. فعملوا حاجه اسمها الطريق المختصر، شورت كات، ان انت تعمل شورت كات الحاجه المهمه بالنسبه لك، او اللي انت بتحتاج تشغلها. طب اعمل لها شورت كات فين؟ على الديسك توب، لان الديسك توب اسهل مكان انا بوصل له ودايما بيبقى متاح قدامي. فانا اقف على الديسك توب واضغط كليك يمين، اقف قصدي على الحاجه اللي انا عايز اعمل لها شورت كات، واضغط كليك يمين واقول له سند تو ديسك توب.
يعني ابعت للديسكتوب، شوف مكتوب اسند تو كرييت شورت كات، يعني ابعت شورت كات للديسكتوب هناك الديسكتوب اهو، عشان الحاجه دي اشغلها من هنا بدل ما الف اللفه اللي انا لفتها. يبقى انا دلوقتي لو محتاج اشغل صوت يوسف بعد ما لقيت الجهاز هشغلها بقد ايه؟ بخطوه واحده بدل 7 خطوات. يبقى الشورت كات ده وفر عليا. الحكايه دي مفيده مثلا جدا في الالعاب، لان اللعبه بتخش جوه الالعاب انت بتبقى مصنفها جوه تصنيف تاني جوه تصنيف تالت، يعني بتاخد خطوات كتير. ممكن تشغل لعبه من هنا، دي حاجه. الناس بتحب صور معينه في القران، ناس بتحب حاجات معينه على الجهاز في الشورت كات. البرامج دايما اي برنامج بيتعمل له شورت كات عشان يسهل عليك الايه؟ البرنامج نفسه. يعني البرنامج بيسهل على نفسه انك تستخدمه يعني. خلاص، يبقى احنا كمان خدنا موضوع مهم جدا، هو ازاي نعمل شورت كات. في حاجه انا عايز اتكلم فيها، اتكلمت فيها قبل كده بس عايز اتكلم فيها، يعني اقولها باستفاضه اكتر. هي دلوقتي انا فاتح 4 نوافذ اهو، ال4 نوافذ دلوقتي احنا خدنا ازاي نتحكم فيهم ونكبرهم ونصغرهم وندخلهم جوه التاسك بار ونخرجهم من التاسك بار والكلام ده. انا فاتح ال4 دلوقتي، عندي كام طريقه للتقليب ما بينهم. اقلب يعني اجيب دي وبعدين اجيب دي، زي ما بقلب في قنوات التلفزيون كده. فدي دي دي دي, دي قناه دي قصدي ويندو معروضه قدامي التانية، حلو اهو، تالتة الرابعة، حلو. في حاجة ظريفة جدا، هي ان انا عايز افتح الاربعة قصاد بعض، بمعنى ان انا جايب حاجة هارد موصل هاردين ببعض. هنتكلم عن الموضوع ده قدام شوية، بس المهم يعني لو احنا عايزين ننقل من حتة لحتة، فممكن انا افتح الحتتين اللي انا عايز اعملهم. يعني مثلا لو انا عايز انقل من 4 اللي هو اللي تحت ده، من رقم من الفولدر بتاع 4 ده لحتة تانية خلاص في الجهاز. مثلا عايز انقل من 4 ده ل 70 270 دي، خلاص يعني انا عايز من 4 ل 70 270، حلو. يبقى انا هقفل الباقيين دولت او سيب دي، هعرض 4 و70 270 اتنين مع بعض اهم، وبعدين اقول له كليك يمين واقول له ايه تايل ويندوز فيرتيكالي، هيرص لي الصفحتين دولت. هو ملوش دعوه بدي لانها مستخبيه في تاسك بار، كانك مش مشغل، انت مخبيها لاني هحتاجها بعدين. عايز انقل بقى، اقوم عامل من هنا كوبي، عامل هنا بيست، عامل من هنا كوبي، عامل من هنا بيست، حلو. في حل تاني بقى، ان انا بدل ما اعمل كوبي وبيست اعمل لها دراج بالكليك يمين، بمعنى ان انا اضغط كليك يمين وما اشيلش ايدي، اضغط كليك يمين وما اشيلش. فاول ما هاجي هنا يديني 3 اختيارات، كوبي هير ولا موف هير. كوبي هير يعني اعمل نسخه منها هنا وسيب الاصل زي ما هو، موف هير يعني خد الاصل، خد الاصل حطه في الناحيه الجديده. فانا هقول له كوبي هير، خلاص مثلا يعني انا مش هقول له طبعا عشان الجهاز اصلا بطيء، خلاص فهمنا. يبقى انا اصلا لما باجي اعمل بسحب السحب كده بالشمال بيخليني اختار يا اما كوبي هير يا اما موف هير، يا اما اعمل شورت كات هنا. ممكن اعمل برضه شورت كات مش على الديسك توب في قلب حته تاني. دلوقتي ال3 خيارات اللي هو مديهم لي، حلو. طب لو انا سحبت بقى بالشمال، عملت دراج بالشمال، عرفنا الدراج بيتعمل ازاي. الدراج يعني اضغط على الزرار سواء يمين او شمال وما اشيلش ايدي. لو عملت دراج في الشمال بيديني الخيار الاول اللي هنا اللي هو في اليمين، دايما الشمال بيديك اول اختيار في اليمين، الشمال ضغطه شمال بتديك اول اختيار في اليمين. فايه اول اختيار هنا؟ كوبي هير. فلو عملت سحبت بالشمال هيعمل نسخه وسيب الاصل زي ما هو، خلاص تمام. في حل تاني بقى للعرض برضك، تايل ويندوز هوريزونتالي، دي حاله كمان خلي الشكل زي هنا كده. في حاله كمان كاسكيد ويندوز اللي هم حطوهم ورا بعض، يعني 2 ورا بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. احرك بقى لحد ما يبقى الوضع مناسب، خلاص هنزل انا دولت. طب انا عايز افتح واحد فيهم، يبقى اضغط عليه من تحت، اضغط من هنا، اضغط من هنا، حلو. لقوا ان الطريقه دي مش لطيفه شويه لما بكون فاتح حاجات كتير. يعني مثلا انا اقفل ده وافتح كمان ماي كمبيوتر وماي دوكيومنتس. على فكره ماي دوكيومنتس ده يعني ما بحطش فيه حاجه غالبا، بس هو المفروض يبقى محطوط فيه ايه؟ البيكتشرز بتاعتك، يعني الصور بتاعتك، والميوزك اللي هي الحاجات الصوت بتاعتك، والفيديوز اللي هي الحاجات اللي انت بتحبها، الصور انت بتحبها، صور شخصيه ليك كده. وبيتحط فيه بعض البرامج بتحط فيه فولدرات للحاجات اللي مثلا بتعمل لها انت داونلود او حاجات زي ما نصائح في النت قدام ان شاء الله. ده ماي كمبيوتر، فاتح انا 5 دلوقتي. قال لك في طريقه ظريفه جدا هي اللي انا هقول عليها دلوقتي،
ايه هي؟ الطريقة دي بتسمى الت تاب. يبقى انا هضغط على الت ده اهي، وبعدين اضغط على تاب تكة واحدة. حلو، هعمل كده الت تاب. شفت لما ضغطت على الت تاب ايه اللي اتعرض قدامي؟ شايفين الشكل المعروض ده؟ بيقول لي انك دلوقتي لو شلت ايدك من الالت، لو شلت ايدك، انا طبعا ضغطت على الالت وما شلت صابعي، وبعدين ضغطت على التاب ضغطه واحده، يعني ضغطت الاول على الالت كويس، وبعدين وما شلت الصابع، وبعدين دخلت ضغطت ضغطه على التاب، فظهر النافذه دي. خلاص عايز اقلب بقى، مش عايز اجيب ماك وموت، عايز اجيب ماي دوكيومنتس كده. ضغط على ايه؟ على التاب، لان انا كده صابع كده كده على الالت ما اتشالش، فتاني اقلب بهذا الشكل. انا دلوقتي ضغط على الالت وما شيلش ايدي، والتاب بضغط واشيل ايدي. خلاص اظن مفهومه العمليه وسهله جدا. ده برضك طريقه من طرق التقليب ما بين النوافذ. ممكن اقلب بالماوس، ممكن اقلب بالطريقه اللي انا قلت عليها ديت. شكرا لكم على حسن استماعكم، واتمنى ان انتم تستفيدوا معانا وتدعوا لنا بكل خير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.